السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في مادة الدراسات الاجتماعية للصف الأول إعدادي، ومعاكم أستاذة رحاب محمد. النهاردة بنتكلم على أول درس عندنا في الجغرافيا، وهو درس الظواهر الكونية. ظواهر كونية يعني إحنا نتكلم على الكون، ومن الكون هنعرف إن إحنا جوه حاجة اسمها مجموعة شمسية، وبطبيعة الحال عارفين إن إحنا عايشين على كوكب الأرض. العلماء في بحثهم المستمر على أسرار الكون، وكل يوم بيكتشفوا أسرار جديدة للكون، إلا إن هما ما يعرفوش إلا نسبة قليلة قوي من أسرار الكون. وطبعا بتحصل كشوفات ومعرفة لهذه الأسرار يوم بعد يوم. النهاردة بنتكلم على الحاجات اللي ممكن تشوفها في الكون اللي حواليك. فأول حاجة ممكن نقدر نشوفها لما تقف كده وتتأمل في السماء، وهي النجوم. فالنجوم هي أجسام، ولازم نقف على كلمة هي أجسام. كل التعريفات اللي هناخدها النهاردة هنقول عليها هي أجسام. فالنجوم هي أجسام كبيرة غازية، كبيرة غازية يعني ما تقدرش تقف عليها، مضيئة متوهجة، بتطلع نور، متوهجة بتطلع ضوء وحرارة. يبقى نقولها تاني، النجوم هي أجسام كبيرة متوهجة تشاع ضوء وحرارة. ملاحظ إيه في الخلفية؟ ملاحظ ان النجوم بتاعتنا ليها الوان كتيره، ازرق، ابيض، برتقاني، احمر. ايوه، فاجي لك واقول لك سؤال مهم بيجي دايما معايا، ايه هي اسباب اختلاف الوان النجوم؟ هتقول ان اسباب اختلاف الوان النجوم هيكون ايوه ايه، بسبب اختلاف درجه حرارتها. درجه الحراره بتفرق معايا جدا، وكل درجة حرارة بتدي للنجم نوع لون معين. فالنجم الأزرق هو أشد حرارة من النجم الأحمر، تمام؟ طب إيه هي أكبر نموذج عندي أو مثال للنجوم؟ الشمس. الشمس نجم متوسط الحجم. الشمس هو أقرب نجم إلى الأرض، وإن الأرض بتستمد منه طبعاً الضوء والحرارة. الأرض هي إيه الأرض؟ الأرض كوكب زيه زي كواكب كتير هنعرفها في مجموعاتنا الشمسية. وهنبتدي برضو كلامنا عن الكوكب، وهنقول هي أجسام صغيرة معتمة. معتمة يعني ما فيهاش ولا ضوء ولا حرارة، ما بيطلعش من الكوكب ولا ضوء ولا حرارة، بس الكوكب بيستمد ضوء وحرارته من، ما سمعتش، من النجم. أيوة، الكواكب هي أجسام صغيرة نسبيا لا تشع ضوء ولا حرارة، معتمة لا تشع ضوء ولا حرارة عشان هي معتمة وتستمد ضوءها وحرارتها من النجم. في بين النجم والكوكب حاجة اسمها جاذبية، عملية شد وجذب بيخلي الكوكب دايما يدور حوالين النجم في مدارات أو مسارات أو أفلاك بيضاوية الشكل. والمسار هو الطريق اللي بيسلكه الكوكب حوالين النجم، تمام؟ لما اجي اقول لك بتدور الكواكب حول النجوم في مدارات بيضاويه، ليه؟ بسبب ايه؟ بسبب الجاذبيه، بسبب الجاذبيه. وزي ما قلنا ان الارض معتمه، معتمه ليه؟ علشان هي كوكب. بتاخد ضوءها وحرارتها منين؟ بتاخد ضوءها وحرارتها من الشمس، عشان الشمس هي اقرب نجم للارض. امال ايه الجميل ده؟ القمر. القمر، ايوه القمر. ما انا كده بمشي بالترتيب، نجم كبير، كوكب اصغر منه، وبعد كده القمر. فالقمر ايوه، والمعايا هي اجسام زي الكوكب معتمه، اجسام معتمه اصغر من الكواكب. يبقى انا كده في ترتيب عندي، النجم ثم الكوكب ثم القمر، وبرضه القمر بيرتبط بالكوكب بالجاذبيه. يبقى نقولها مره كمان، ما سمعتش تقولوا معايا، هي أجسام الأقمار، هي أجسام معتمة أصغر من الكواكب ترتبط بالكواكب بالجاذبية. هتقولي بس القمر حتى باين في الصورة ومنور وجميل، أمال أنت ليه بتقولي عليه معتم؟ أصل القمر بيعمل عملية انعكاس للضوء، بيعكس الضوء الساقط عليه على الكوكب أو على الأرض. يبقى القمر ليه بيبدو انه مضيء؟ عشان ساعة ما بيستمد القمر ضوءه من الشمس بيعكس الضوء الشمس ده على الأرض، فأنت يبان لك إن القمر مضيء.
بما تفسر يبدو القمر مضيء لأنه يعكس ضوء الشمس الساقط عليه. بنخش في حاجة تانية وهي الصدم. كتير مننا ما سمعش الكلمة دي. فالصدم هي الغبار اللي طلعت لما النجم انفجر. أيوة، زي لما بيحصل قدامك انفجار ويطلع منه دخانة، هي برضو لما النجم بينفجر فبيطلع منه دخان، يعني أجسام غازية. يبقى لما أجي أقول لك ما هو الصدم، هي أجسام غازية تنشأ من انفجار النجوم، ولما بتظهر في السماء بتظهر على شكل سحابة من الغبار. الصدم هي أجسام غازية تنشأ من انفجار النجوم. لما يجي السؤال يقول لي بما تفسر نشأة الصدم، أقول له إيه؟ تنشأ من انفجار النجوم وتظهر في السماء على شكل سحابة من الغبار. في حاجتين بقى بتظهر لي في السماء، وهي النيزك وهو الشهب. النيزك والشهب الاثنين زي بعض في تعريفهم، هي أجسام صلبة، والشهب برضو هي أجسام صلبة. تمام. اللي بعديها مختلفة الحجم، يعني منها الكبير والصغير والوسط، إنما الشهب صغيرة الحجم. يبقى النيزك هي أجسام صلبة مختلفة الحجم، الشهب زيها هي أجسام صلبة ولكنها صغيرة الحجم. النيزك بيحترق جزئيا، الأجسام النيازك بتحترق جزئيا، بينما أجسام الشهب تحترق كليا. طب أنا عايزة أعرف السبب، إيه اللي خلى هنا الاختلاف يجي؟ دي جزئيا، نيزك جزئيا، إنما شهب كليا. السبب إن النيزك بيحتك لما بيقرب من الغلاف الجوي بيحصل بينهم احتكاك، بيتولد عن هذا الاحتكاك ارتفاع كبير في درجات الحرارة فبيؤدي إلى احتراق النيزك، ولكن النيزك بيحترق جزئيا. فلما أقول تاني ليه النيزك بيحترق جزئيا، أقول عند احتكاكه بالغلاف الجوي، ولكن الشهب عشان أجسام صغيرة فلما بتحتك بالغلاف الجوي برضه بترتفع درجة حرارتها، ولكنها لأنها صغيرة فبتحترق كليا. ولذلك فالنيازك هي الأجسام الوحيدة اللي بتصل إلى الأرض، بينما الشهب هي بس بتظهر في السماء على شكل أسهم ضوئية. فلما أجي أقول لك إيه هي الأجسام الوحيدة من الحاجات الكتيرة اللي شرحناها دلوقتي، الجسم الوحيد اللي بيصل إلى الأرض هو النيزك. والنيزك يوم بيحتك بالأرض وبيحترق جزئيا وبيسقط منه أجزاء تانية على كوكب الأرض، بيعمل حفرة عميقة جدا ودمار شامل، ولكن من رحمة الله سبحانه وتعالى أنه يسقط في المحيطات والبحار الواسعة والصحاري، ده رحمة من ربنا سبحانه وإيه وتعالى. وكل اللي قلناه ده وكل اللي حكيناه بتبقى في حاجة اسمها مجرة. فالمجرة هي الجسم الأوسع والأشمل للنجوم والكواكب والشهب والنيازك. فالمجرة هي تجمعات كبيرة من النجوم. مختلفة الأشكال والأنواع والأحجام. المجرة ليها أنواع، فمنها مجرة غير منتظمة، ومنها المجرة الحلزونية، ومنها المجرة البيضاوية. يبقى لما يجي يقول لي ما هي أنواع المجرات، بيضاوية حلزونية غير منتظمة. مجرتنا يا جماعة، أيوة مجرة حلزونية، ولكن بيطلق عليها اسم ضرب اللبني أو سكة التبانة. ضرب اللبني لأن المجرة بتاعتنا بتشبه اللبن المسكوب، اللبن الواقع على الأرض، وسكة التبانة لأنها تشبه التبن المتساقط على الأرض. وحبيت برضو أوضح لكم يعني إيه مدار، فهو المسار الذي تدور فيه الكواكب حول الشمس. كان هو ده الدرس بتاعنا الأول في الجغرافيا، وأرجو تكونوا استمتعتوا بالشرح، وإلى لقاء آخر إن شاء الله.